بس يا مامي. ليه بس ايه؟ انت اتجننتي في مخك ولا ايه؟ ايه درس اللي الساعه 12 اللي عايزه تروحيه؟ ما هي حفله كليه الاداب بقى. لو سمحتي خليكي في حالك. نفسي اخليني في حالي بس مش عارفه، كل ما اجي اركز في الكراسات المقرفه دي عشان اخلصها الاقي حد بينط لي في الحته اللي انا قاعده فيها، بتشتت مش عارفه اركز. يسلي ايه مش عارفه اركز؟ ما تروحي تركزي يا اختي في اوضتك. ما تروحوا انتوا تقعدوا في اوضتكم، اتهدوا بقى في اوضتكم. انا كل طلبه من ربنا مش كتير، 3 ساعات بس، حفله من 6 ل 9 وبعدين روحوا انتوا الحقوا حفله 12. بمناسبه حفلات السينما انا نفسي اخرج جدا. عادي بقى زمانه جاي اهو. هو مش هيخرجنا مش النهارده الخميس برضو ولا ايه؟ انا مستنيه اليوم ده بفارغ الصبر لما نشوف بقى البي حجته ايه النهارده. مفيش حجج. لا هنخرج يعني هنخرج. اتفضلي يا هاني. لو سمحت انا ما بحبش حد يكلمني بالاسلوب ده. يا سلام انت هتشترطي كمان يا هانم ولا ايه؟ وبعدين بعد كده قولي كلام له معنى. لو سمحت انا ارفض. انت خلاص لو سمحت ايه؟ ما انت رفضت يا هانم، يعني ايه بعد كده تقولي لي لو سمحت؟ احترمي نفسك بنت يا نجلاء. اطفي التلفزيون اطفي التلفزيون خلينا نسمع. هو اللب فين يا مامي؟ في المطبخ واطي معاكي الفشار والفول السوداني. طيب بس خليهم مش كتر حد بقى. ماما ماما تعالي احسن يفوتك كتير. تعال مالكو مالكو في ايه؟ ما بتستعدوا بالله يا ولاد. لا ايه بنتك عملت ايه في ابني؟ ايه واحنا لسه عرفنا عملت ايه في ابنك؟ مش يمكن هو اللي يكون مزعله؟ هي بنتك محتاجه حد يزعلها، ده طول النهار بوزها شبرين مخليه البيت غم. لا يا ماما لا ما تقوليش كده على بنتي، انتوا اللي بتستفزوها وبتطلعوا المود السلبي بتاعها. هو ايه اللي حصل؟ هو بنتابع الاحداث. هم بادئين بقالهم كتير. تحب احكي لهم عملت ايه يا بيه؟ تحب اقول لهم على اخلاقك المنحرفه؟ انا اخلاقي المنحرفه ولا انت افكارك هي المنحرفه؟ طب اشهدوا بقى ما بيننا. من هنا بقى بدات الاحداث تسخن وتصعد. النهارده على غير عادتي حبيت انزل اعمل شوبينج، فقلت اعدي على الاستاذ عادل في البازار، ويا ريتني ما كنت عديت. طيب هاي يا عدوله يا حياتي. رانيا ازيك؟ اخبارك انت؟ ايه اللي جاب يعني جيتي ليه في يعني وقت؟ هتشربي ايه ولا هتروحي ولا ايه؟ في ايه؟ مالك مرتبك كده ليه؟ لا ده مرتبك. لا انا ده شكل واحد مرتبك. لا انا مش مرتبك. ده مرتبك خالص. لا 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 خالص. طب ما تيجي نروح نشرب حاجه مثلا ولا نخرج مثلا وارجع انا وانت تتوهي ولا ايه؟ ده يعني قصدي تروحي تركبي مراجيح اديك فلوس، تروحي مول مثلا تشتري مراجيح ولا ايه؟ يا عادل في ايه يا عادل؟ انت كده بتثير ثوره الشك بداخلي. انا حاسه كده والعياذ بالله ان انت مش عايز نقعد معاك في المكان ولا في ايه بالظبط؟ لا 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 انا مش عايزك تقعدي في المكان. ما انت دخلتي جوه المكان اهو وقعدتي وكل حاجه يعني. يا رانيا تعالي تعالي. مش هو يا رانيا ممكن يكون موعد واحده ست ينون في البازار ومش قايل لها ان هو متجوزك؟ ولا انت عرفت الكلام ده منين؟ انت ابوك كان بيعمل كده مع عمك ولا ايه؟ يوه كتير يا دولا، بس في فتره عرفوانه لما كان معاه فلوس ما كانش بيهمه زي حالاتك كده يا دولا. ايه يا عادل ده يعني ايه؟ لا ما بداريش حاجه، ده هو الواد ده اصله واد غبي، يعني عنده انفصام ما بين شخصيته وما بين مخه، الاثنين مش متعرفين على بعض يعني مفيش حاجه. بونسوار. اهلا 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 اهلا. ايه ده؟ هو انا جيت في وقت غير مناسب ولا ايه؟ لا والله ده حضرتك تنوري في اي وقت. اتفضلي اتفضلي. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. عادل اتفضلي. انستينا ونورتينا وشرفتينا وزودتينا ونعمتينا. عادل على فكره انا حاسه ان انا ولا حاجه ولا حاجه ولا حاجه. طبعا انت ولا حاجه جنبها. رمزي ادولا عايزك تقفل باب البازار وتنور اللمبه الحمراء. ما عندناش لمبه حمراء ادولا. خلي الاشارجي ينور الاشاره الحمراء عشان ما حدش يعدي ويجرح مشاعرنا يعني كده على حياه عيني. رمزي ادولا وصل الهانم للباب. يا دول انا نفسي اتفرج بقى. يا دم انا هحكي لك اللي هيفوتك ياض. يا عم بص هي زي ما جت لوحدها تمشي لوحدها. يا عم سمعتي الاستاذ رمزي بيقول ايه؟ ليه؟ عايزني امشي ليه؟ هتعملوا ايه؟ غلبان قوي قوي
الوت دي والله العظيم ما تعرفش ان كلهم بيحصل الحاجات دي. شفتوا الطعم الجديد بتاعي؟ لا انا مش مصدقه عيني، انا اتعملت. هي دي بقى الحريم الاصلي. انا بنهار. ايوه غلطان. يا سلام، انا اقعد اقول بنهار 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 واغني وبتاع، اولا انا شاعر يا ماما، الكلام ده مش موزون، وواضح بقى ان خيالك هو اللي مريض ومصور لك الحكايه دي. انا اللي مريضه ولا انت اللي عينيك زيغه؟ انا عينيا زيغه؟ انا عمري يا ماما ما بصيت لاي حد بره خالص يعني، وبعدين انا ما اعملش كده في مكان اكل عيشي. يا سلام، يعني معنى كده ان انت هتعمله بره مكان اكل عيشك؟ ما تلغوشيش على كلامه واحترمي نفسك. بقولك ايه، ما تستعبطش عشان تداري على غلطتك. غلطتي؟ انا ما غلطتش في اي حاجه يا اخوانا. انا غلطت نجلة. تفتكري خانه ولا ما خانهاش؟ بس لو كنت شفت الخناقه دي قبل كده ما تحرقهاليش، اسمي اتفرج عليها بتشوق. انا بقى يا اخوانا هحكي لكم على كل حاجه وبالتفصيل وانتوا اللي تحكموا. عارف يا رمزي، انا نفسي اشوف مين دلوقتي. ابوك الله يرحمه. انت هتموت الراجل يا عم وهو عايش، ليه كده يا رمزي؟ ايه دول؟ طب ما الرحمه بتجوز على المتوفي والميت يا عم. الله يرحمه ابوك، يا ريته جاب حمار على الاقل كان هيتركب ونستفيد منه. طب ما انا بشيل حاجات تقيل. نفسي اشوف رانيا. عارف ليه؟ علشان تهرش لك في ظهرك. بس يلا بقى، بس بقى، لا نفسي اشوفها واقعد اطول فتره معاها. عارف يا رمزي، انا كان نفسي ان انا ابقى غني عشان استغنى عن الشغل وافضل طول الوقت عايش انا ورانيا، ابص في عينيها تبص في عينيا، امسك ايديها تمسك ايديا، ارقص معاها ترقص معايا. طب ما تتجوزها يا دول. ولا ابعد عني، ابعد ابعد ابعد، انا حاسس ان نص وش الشمال اللي من ناحيتك ده ابتدى ينمل. ليه كده يا ابني؟ بتفوقني من احلى حلم يقظ انا عايش فيه. ايه دولة بقى، انا مش بدلك يا عم وبريحك. انت مش بتدلني، انت بتذلني. لكن اللي يريحني فعلا اني فجاه الاقيها قدامي داخله عليا بتهفهف كده زي النسمه المهفهفه ساعه عصاري، دنيا شمس تلاقي شجره. هاي عادل. ايه ده، انت رانيا بحق وحقيقي ولا ده جرافيك؟ لا يا بيبي، انا رانيا.